جري يلا جري جري يلا يا عم ميه سخنه عشان الجنب ده بقى لا لا الموضوع لازم يكون فيه شويه كولات عشان بس ايه هكذا. I'm here to adjudicate the largest vegetable stew. It's about making a stew out of vegetables. It has to have three ingredients in it at least. It has to be measured, it has to be cooked, it has to be eatable. ادي بقى ادوش. النهارده يوم مفخره لكل مصري، حاجه حدث عالمي بيتعمل في ارض مصر، ويشرفنا ان احنا نكون مشاركين فيه يعني، وان شاء الله يكون يوم جميل لكل الحاضرين، وان شاء الله تاكلوا طبق فول كويس يعني هيعجبكم. مصر على طول متميزه بطبق الفول في كل شارع وفي كل حاره يعني. هو في ناس بتحب الفول بكذا طريقه، في كل واحد ومزاجه، واللي بيعجب الناس اكتر عربيات الفول في الشارع بتبقى اللمه. كم بالسلطه؟ غطي البرميل ده. يلا يا باشا.